اهلا. واضح انا مصطفى الكيلاني بكلمكم من القاهره. النهارده عندنا تجربه جديده ومخيفه قوي قوي قوي. عمرك جربت مساج التعبين؟ عمرك شفت تعبان طوله 3 متر بيتحرك على ظهر واحد بيتعمل له مساج؟ احنا النهارده هنشوف تجربه غريبه ومخيفه مع واحد من اهم خبراء المساج. تعالوا معانا. جاهز للمفاجاه الكبيره؟ جاهز للمفاجاه الكبيره. في ريلاكس خفيف قوي ومبسوط بحركه التعابين، وخاصه الاخ ده اللي هو كل شويه يدخل جوه ودني. يحبك. بحاول مش عارف هو مركز مع ودني ليه، بس تمام. خوفك الصوت؟ جاهزين للمغامرة التانية؟ أنا جاهز للمغامرة التانية. دلوقتي هنعمل فوطه نارية، من فوائدها إخراج البرودة من الجسم، التخلص من آلام العضلات، التخلص من آلام المفاصل، إخراج برد المعدة، إخراج برد الصدر، بيساعد على تنشيط الدورة الدموية. ده كرومب، تمام؟ الكرومب زي ما احنا عارفين غني في فيتامين A و B، تمام؟ بيساعد على التخلص من الآلام، بينشط الدورة الدموية، بيعالج الالتهابات. الأول احنا حطينا الكروم، بعد كده غطيناه بالستريتش، بعد كده حطينا فوطة مجوز، بشكير مجوز مبلل، تمام؟ بعد كده حطينا فوطه ناشفه وهنحط عليها كحول، وهنبتدي بعد كده عمليه النار. جاهز؟ جاهز للولعه. دين التعبان دوت مفيد للتخلص من آلام الظهر ومن خشونة المفاصل وتنشيط الدورة الدموية، ليه أهمية كتيرة كبيرة قوي. دين التعبان ده كله طبيعي، ده احنا دين التعبان بنجيب اللي هي التعابين الكبيرة أو التعابين المسيفة اللي هي الضعيفة، بعد ما نخلص بنفتح التعبان وبنطلع منه الده، وبنبتدي نحطه في جازيلا ونحط عليه ملح عشان يتحفظ، بعد كده بنشتغل بيه. طب انت بعد ما عملت بقى معايا موضوع التعابين وبهدلتني بالتعابين وبعد كده نار هتعمل فيا ايه تاني بعد كده؟ لا استنوني بقى، عشان انا في جعبتي كتير قوي قوي قوي، ان شاء الله يعني هنبهر بيهم العالم كمان، مش هنبهر بيهم المصريين بس. انا اصعب حاجه بالنسبه لي كانت التعبان لما عمل صوته في وداني، ومش مره واحده، ثلاث مرات. اصعب لحظه ان انت تسمع صوت التعبان في ودانك، الفحيح بتاع التعبان بجد كان مرعب، رغم ان انا كنت مستمتع جدا وخاصه مع الزيوت اللي الكابتن حطها على ظهري علشان تعمل ريلاكسيشن وكده، لكن فعليا بجد صوت التعبان كان مرعب قوي. الفوطه الناريه هايله.